هي القضيه فإن بوسل. دابا المغاربه كاملين تصيدوا تصيدوا كلشي وحل حتى انا تصيدت معاهم، انا كنت ناكل في هذيك الريستوره تشوف تي في اينما كنتم. اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر والعاجل من مدينه الدار البيضاء. مشاهدينا كما كنعرفوا بعد الخرجه ديال نور الدين الشينوي انه كلا التوكال، وبعد ما خدا التعاطف ديال جميع المغاربه داخل وخارج ارض الوطن، كما كنشوفوا دخل الفلوس كما تنقولوا باش الناس يعاونوا. من بعد خرج واحد الفيديو اللي صدم كلشي وقال بلي ان نور الدين الشينوي غير كيكذب على عباد الله، انه هذاك الشيء كامل داروا غير طاح ليه التفاعل. بويسيلا في اول خرجه اعلاميه ليه مع هذه القضيه، بويسيلا غادي يكشف لنا اسرار اللي خطيره خطيره بزاف وتا شي واحد ما عرفها، بحكم ان بويسيلا عنده علاقه مع ولد الشينوي ومع الناس اللي مع ولد الشينوي، يعني كامل كنا كنعرفوا جروب واحد كنشوفوهم في لايفات. هذا الشيء اللي وقع لولد الشينوي كان يطالب بويسيلا نفسه من بعد واحد الناس اللي كيتفقوا على هذه القضيه هذه. بويسيلا شنو واقع؟ ما فاهمين والو. السلام عليكم وتحيه للمغاربه كلهم خارج الوطن، وتحيه للناس شيف تي في اللي حضرت معنا اليوم باش نقول الحقيقه. انا ما نكذبش عليكم، انا كلت في هذيك الريستوره تاع مراد، انا غوتوا عليا من مدينه الدار البيضاء، قالوا لي ضرب ميترو تاع بانيني راه اربع شهور حتى واحد ما ضربوا. وانا ندخل قلت لهم انا غادي نجي شحال تعطيوني، قال لي نعطوك 10000 درهم. دخلت ضربت هذيك البانيل ديالي قلت لهم ما تعطوني 10000 درهم، وما يقولوا لي راه حنا تنضحكوا. من قالوا لي تنضحكوا من هذيك الماكله اللي كلت اول ماكله الاخرى التحدي الاخراني عندهم في سيدي سليمان. من جيت للدار وليت ناكل اللحه الخيوطه وليت نحك الحبوب تيخو الدم. الدم تيلوحوا لي في هذيك الريستوره. التسمم. دازت مرتي شهرين دازت ناض نور الدين الشينوي تياكل عنده تياكل عنده تيتغدى عنده تيشرب عنده وواكل دجاج عنده. ناض قالوا التوكال. انا من شفتو تيتبوع تنقول او انا بحالي بحاله، تا هو راه فيه التوكال، تا هو فيه التوكال. وهذا الشيء انا نقول الحقيقه، هذيك الريستوره تاع مراد لا ماشي سيدي يحيى، سيدي سليمان، هذيك خصها تسد في شارع شوفوني قريبه لواحد المدرسه ومدرسه تاع المخزن، هذيك اللي جبت فيها المرض انايا. هذا الشيء كلشي ما يكذبوش على الشعب المغربي. هذيك خطره انت كمال كوزان تتقول فيه توكل، انا تنقول معناها كانت فيه التوكال. انا باقي تنداوي باقي تنداوي، ها هو خوتي باش يعرف البلاد انا راه باقي تنداوي. هاو انا ما غادي نكذب عليكم ما والو، انا باقي تنداوي. ها تنداوي انا شنو علاقه هذا الشيء التوكال ديال شنو دارك انت؟ هذا الشيء ما فهمنا والو. انا التوكال كل توكال مع عندهم كنت تنحك انا الحبوب تيخرج من الدم. انا واكل توكال في هذيك الريستوره تاع مراد في شارع، هذيك خصها تسد السلطه القضائيه خصهم يسدوها فهمتي. وهو من كان تيتبوع من كان تيتبوع الشينوي. انا شنو قلت؟ هو قال لي بيسيلا انا واكل توكال واكل توكال فهاذيك الريستورات ناكل ما عرفتش من تناكل. قلت له هذيك الريستورات تبارك تاكل فيها راه تما فين واكل انا توكال في الريستوره. وانايا نهار السبت لحقوا معايا 4000 درهم فمي، ونهار الحد مع الربعات العشيه لحقوا لي 10000 درهم. مراد ساكن في سيدي سليمان بغى يعطيني 10000 درهم باش نسكت بشير باش ما نبقاش نجبد الريستوره. وهذا الشيء كل المغاربه كلهم تنتحيه للمغاربه، انا كلهم تنقول لهم هذا الشيء سليمه. انا واكل توكال، انا واكل توكال ما غنكذبش عليكم. انا باقي تنداوي واكل توكال، انا ما غاديش واكل توكال، انا ما غادي نكذب عليكم والو. هو من خرج وقال لهم هاد كمال كوزان نهار دي تبوع شنو قلت يا كمال كوزان؟ قلت راه فيه توكال. مراد قال لي فيه توكال. مراد قال فيه توكال، نيبه توا فيك توكال. شاد القوالب كلشي سل رزقي انا ماشي عطاه ليا. انا ما نبيعش بلادي وما نبيعش سكان مدينه سيدي سليمان. انا ما نبيعش بلادي وما نبيعش سكان سيدي سليمان. ما نبيعش توني، انا ما نبيعش توني وما نبيعش الناس سيدي سليمان اللي داروا فيا الخير
الناس سيدي سليمان اللي داروا فيه الخير ما نبيعوش ستوني وما نبيعش الماتشات. انت يا نور الدين راه بعتي الماتش، عطاوك 2 مليون بعتي الماتش، وجو عندي انا عطاوني مليون، مراد عطاني مليون باش ما نبقاش نهضر. قبل منك انتيا قالوا لك شي تشافقوش انا ندير، انا جاو عندي قالوا يا بسم الله نهضر قاطع صبعك غنديروا لك انت، نديروك انت اللي واكل توكل باش الناس يبداو يصيفطوا لك الفلوس. انا والدينا حنايا ما علموناش هذا الشيء، والدينا ما علموناش الحرام ومن السرقه، ما علموناش والدينا حيدوا البنادم رزقه، حنا والدينا ماتوا الله يرحمهم ما علموناش هذا الشيء. باش نقول لك الحقيقه، اليوم هاد السيمانة اللي فاتت التوكال كمال كوزان كتقول التوكال، أنيبة تتقول التوكال، عصابة إجرامية هادو اللي خدامين و شو باغي يجبعوا الفلوس. هاد الميساج تنهديه للعابة، هاد اللعابة اللي صيفطوا الفلوس، نوض سير هادو اللي داروا دوز الخيريات، سير الميريزكو عطي الناس اللي مراد، جبد الدقيق، جبد السكر، جبد الناس. التحية هاد الميساج تنهديه لواحد جوج الناس الله يطول لهم العمر، هو بونو، تحية ليك اخويا بونو، الله يحفظك والله يخلي لك الوالدة، وحمد الله تاع اسفي اللي تلعب في السعودية، تحية ليك مع خوك بسم الله. والميساج كبير، انا هادو فايقين، حمد الله راجل من السيوف الثقال، بونو من السيوف الثقال، حكيمي توا من السيوف الثقال، رجالو عارفين، هذاك حكيمي راه دار مدرسة في الجبال، ما بغاش يقول بوفا اللي تيضربوا الحشيش. شنو خلى الشنوية تعرف داك الضعف كامل اللي ما كانش توكل هذاك؟ لا ماشي توكل هذا. شنو ماشي؟ أنا نقول لك أنا عاشرت الناس، البوفة اللي خدام، بنادم واخا يكون غليظ وتضرب البوفة ترجع كيكتي، ترجع رقيق، لكنتي بلي بشي حاجة خرج وقول لهم بلي شي حاجة. كنت معاشر معاه. كان أنا تنشوفو تيضرب شي، تشوفو تيشرب. أنا ما عمرو غيعطيني البوفة وأنا حداه. عارف انا غنفرشو، انايا غادي نفرشو. انت فرشتي كلشي كنتي معاك؟ انا نفرشو انا كلشي، اني كمال كوزا اللي مرتو وليداتو في دارهم، وغادي القنيطره ونور الدين الشانوي كاري لهم بارطما 4 ايام، وما اني بتاوا مخلي مرتو ولادو كاري بارطا، قال بينا شيشه وقال بينا بوفه وقال بينا بيره، وتيضحكوا لها الشعب المغربي. انا نضحك، انا نقول لك نهار نطيا كمال كوزان قلت لهم بسم الله، قلت لهم نور الدين الشيوخ قلتيها، كمال كوزان قلتيها، نيبة قلتي لها واكل التوكال، بسم الله ترى واكل التوكال، جبتو من سيدي من بن سليمان في شارع شوفوني الريستورة هذيك خصها تسد، هذيك الريستورة لاحقين معايا 10000 درهم، تعطوني 4000 درهم، بالليل لحقوا معايا 100000، نهار الحد مع الربعة العشية لحقوا معايا انايا، هما عارفين بلي بويسي عارف الحقيقة، عارف الحقيقة. دابا هادشي كلشي شنو هو قالوا لي؟ قال لي نعطوك مليون وتدخل سوق راسك امك. انا والدي ما معلمينيش الحرام، لا جات من عند الله مرحبا بها، ولا جات من عند العبد الله ينعن بوها. انايا انا تنقول لك واحد الكلمة، واحد اللي نقز عنده ما عندوش ليد قال كيجي عندي انايا سيدي غادي ندور معاه، انا ما تحقرنيش، انا جي عندي ندير لك ليد صناعي، الله يتندير معك انا ليد صناعي، غنخسر عليك الفلوس ندير لك الصناعي. علاش الوالدين ما معلميناش الحرام؟ انا داروا لي خرج، وتنتمنى من السلطة القضائية، انا لا طرات لي شي حاجة في الطريق وغادي وقالوا لي غادي نقتلوك بالطوموبيلة، كمال كوزان قال لي غادي نقتلك بالطوموبيلة، تنتمنى لا طرات لي شي حاجة في الطريق. كوزان انت اللي قتلتيني، هما تيهددوا فيا تيقولوا والله تنقتلك بالطوموبيلة، تيقول لي غتبقى تدوز. انت صاحبهم في الاول؟ انا صاحبهم، انا تنسالهم فلوسي، مورات تنسالو فلوسي، ضارب عنده بانين قال لي نعطيك مليون ما عطاهاش ليا، ولا تيقول لي هكا مليون وسد فمك باش ما نفرش هاد القضيه. باش تقول الشنو اللي دخل في هاد القضيه؟ وتنقول ليه ربي راه يخلصك، واحد الكلمه اللي تتقول ليهم انا توكل، وشويه السيمانه اللي فاتت انا مريض بالتوكل، وهاد السيمانه قلت لهم السكر راه اللي تيبغي المرض ويضحك على الشعب، المرض راه تيعطي ليه الله، الله تيعطيك المرض، تتقول لهم فيه السكر تيعطي انا نوريك، يلا وريني قدام الناس، انت وريني هادي اللي فيه السكر، اللي فيه السكر شيه، اللي فيه السكر انا نسوني، انا واللي فيه السكر ومقطع صباح عندي الله
وشي وحدين خارجين الوطن، وخويا جلول الناس المانيا، وخويا عبد اللطيف حبوشه، ومن اللي عنده الناس اللي خارجين برا والناس اللي داخل الوطن ديما هزه. انت ما عمرك هزيتي هادي وتدور على بنادم تقول لهم انا فيا السكر. انت السيمانه اللي فاتت تقول فيا السكر، وهاد السيمانه تتقول لي فيا السكر. انا نتحداك يلاه، انا راه اي واحد في المغرب تيكون هاز في جيبو هادي. هاي انا هازين هادي، ما غاديش نكذب على الشعب. كنت كنعرفو كنتي تأمس الحاجه ماشي الفلوس. عاش رفضت شي القضيه تدخل معاهم في الكذب هذا؟ شنو هو؟ عاش رفضت شي تدخل معاهم في الكذب؟ انايا في الاول انا واكل في هذيك الريستوره، هذيك الريستوره هي اللي دارت واكل المسموم فيها، داز على اربع شهور تنحك تيخرج الدمايات، وليت نتبع نتبوع الخيوطه، شربت كاس عنا، مشيت عند واحد العشاب عطاني الحسوه فيها العشوب، نوضني، انا عتقت راسي، هو بدا يكذب علينا، السيمانه اللي فاتت فيه توكل نيبه. تتقولي فيه توكال، كمال كوزان تتقول توكال، مراد تتقول توكال، تقول مراد بغيت تهرب من الريستوره. تنتمنى مدينه سيدي سليمان، الطبه تاع سيدي سليمان والفوريان والعمالات يدخلوا، وهذا الميساج تنهديه لخويا عبد اللطيف حبوشه، وتنهديه لخويا جل المانيا، ما تكذبوش. وهذاك اللي قاطع ليدو اللي تيقول لهم يجي عندي من كازا ندبر عليه، ما تحقرنيش اللي قاطع ليدك، جي عندي ندير لك عمليه، ندير لك ليد اصطناعي، والله تنديرها لك. والتحيه للناس سيدي سليمان، هذاك الريستوره خصها تسد، وشكرا. اذا كما شفتم على مشاهدينا الكرام بلي بويسيلا كشف بعض الحقائق وبعض الاسرار اللي احنا ما عارفيناش، لان بويسيلا كان هو اقرب واحد لرضا نور الدين الشنوي والدراري اللي معاه، منهم كمال كوزان وبزاف الطبقه، يعني كنعرفوا باللي كانوا ديما مجموعه مع بعضياتهم، شفناهم في تحديات، شفناهم فيديوهات، والفيديو ديال طاكوس اللي دوى عليه بويسيلا راه كنا عرفناه كاملين انه فاش دار طاكوس ديال المترو، يعني هذا الشيء اللي واقع راه فيه واحد اللبس بزاف، حنا ما بقيناش عارفين شنو شكون كيكذب كيقول الصراحه. يعني عندي الناس، عندي الفيديوهات، غير خلينا، يعني كنتمناو حنا إذا كان شي واحد في هذا الشيء كذب، ولأنه ضلل الناس، ولأنه كذب على الناس، فالقانون راه ما كيرحمش شي واحد. أي واحد خرج بشي حاجة غلطة وجمع الفلوس بشي حاجة غلطة، أنا غادي نمشيو بشدة، راه القانون كيراقب كل شيء بطبيعة الحال. واكل أنايا غنمشيو للقبرة بشبر بطبيعة الحال. إلى هنا أنا واكل باش يعطوني مليون، ما عطاونيش مليون. إلى هنا نقول لهم غادي نفرشكم. إلى هنا مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة، راكم بتأخر إن شاء الله مع موضوع آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.